جاتية اليسرى لكازورلا، خطير جدا، خطير كازورلا، دائما عنده الكرة يلعبها بهيلة ممتازة. اوه يا كانيو، الهدف، جول فيا ريال يفتح مجال التسجيل امام الريال بعد 7 دقائق لعب في سانتياغو برنابيو بمدريد. هدف رائع جدا من كاني الذي يضيف هدفه نعم كاني المتألق يضيف هدفه الثاني هذا الموسم بامتياز وببراعة بعد مرور 7 دقائق لعب بعد خلل فادح على مستوى خط وسط دفاع الريال. هاي إعادة انطلق كازورلا بامتياز، يمرر لروسي بدوره لكاني يسجل بامتياز مفتتحا مجال التسجيل أمام إيكير كاسياس الذي لم يحرك ساكنا. هدف للصفر لفيا ريال أمام الريال في سانتياغو برنابيو. قلت لكم بأن المباراة هذه ستشهد أهداف كثيرة من دون شك، وهذا هو أولها منذ الدقيقة 7 من انطلاقة المباراة. تديره تتاح سيرجيو راموس يوصل لكريم بنزيما على الجهة اليمنى في حاجة لمساعدة، كريم دائما يوصل لأوزيل، انطلاقة اليمنى هيدا من أوزيل، هيدا من أوزيل، هيدا لكريم بنزيما، أوه الهدف، جول للريال. 9 دقائق لعب، هدف لهدف بين الريال وفيا ريال. يا سلام على هذا الهدف وهذه الروعة من كريم بنزيما لأوزيل بدوره لرونالدو، أول أهداف المباراة للريال، الهدف رقم 20 بالنسبة لكريستيانو رونالدو الذي يبقى هداف الموسم. وأي هداف ببراعة وبامتياز في الظروف الصعبة. رونالدو يقول أنا موجود هنا لإنقاذ الريال. حكم المباراة انه يصفر وضعية التسلل هنا ببضعة مليمترات، ولكن يا لها من تمريرة رائعة، يا لها من تمريرة رائعة من أوزيل، حطها على طبق مباشرة لكريستيانو رونالدو، قال له خذ كل على طبق. دون خطأ الذي يرتكبه الريال هو عندما يخرج روبن. با 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 الخطأ الذي يرتكبه الريال هو الدفاع المتقدم عندما يخرج ويترك المساحات ويترك مهاجمي فريق ريال مدريد. فيا ريال يلعبون كما يشاءون ويعبثون بدفاع الريال. روبن خرج من المراقبة وانطلق وسجل هدفا ثانيا. 3 أهداف في 18 دقيقة. هل واحد منكم مشاهدي الأفاضل كان يتصور هذا السيناريو؟ أبدا أبدا ولا واحد كان يتصور السيناريو. معذرة فاتتني اللقطة، لم أقدر على الحكم على اللقطة إن كانت فيها وضعية تسلل أم لا. هاي التمريرة كانت بواسطة المتألق برينو بامتياز لروبن الذي عادة لا يضيع كرات مثل هذه في وضعيات مثل هذه. يا للروعة ويا للبراعة. الشوط الأول هدفا لهدف لفيا ريال، رونالدو وتشابي ألونسو في تنفيذ هذه المخالفة. 5 لاعبين فقط من لاعبي الريال، صاروا 6 الآن، 7 من هناك. عناصر فيا ريال كلهم تقريبا في منطقتهم ما عدا روسي. جول ريال مدريد يعدل النتيجة بفضل رونالدو عند الدقيقة الأخيرة من الشوط. يا له من مباراة ويا له من رونالدو ومن تشافي، يا له من ريال يعود في اللحظات الأخيرة حتى تشافي فوق رأس كريستيانو رونالدو. ريال مدريد يعدل النتيجة أمام فيا ريال بروعة كريستيانو رونالدو، يسجل بالرأس وبالقدم وبالصدر. دائما مع رودريغيز يرجع لرونالدو، ترجع لكاكا ثانية، لا رونالدو موجود في القائمة الثانية. هيدا الكرة، الهدف، جول رونالدو. الريال 3 فيا ريال هدفان. يا له من هدف كريستيانو رونالدو بثلاثية يضيف الهدف الثاني والعشرين. يا له من كرة ويا له من هدف. فيا ريال مغاير تماما لفيا ريال الذي شاهدناه خلال المرحلة الأولى. الإرادة والرغبة والعزيمة والحرارة اللي يتمتعوا بها لاعبين الريال هي التي سمحت لهم بالعودة في النتيجة وتسجيل هدف ثالث.
الهدف الثالث. الكل يشتكي من خطأ ارتكب على الحارس او من وضعية تسلل. الحكم الرابع يقول لا، الحكم الرئيسي يقرر بان الهدف شرعي. مورينيو سيختار ماذا يفعل الان. هاي الاعادة للكرة، رونالدو هنا على مرتين، كريم بنزيما، ولا شيء هنا، ولا شيء هنا. رونالدو يعود ويسجل، الحظ كان معه، يسجل هدفا ثالثا رائعا في زاوية مغلقة وفي وضعية صعبة. لا يفعلها إلا رونالدو، ولا يفعلها إلا الكبار عندما ينقذون نواديهم في ظروف صعبة مثل ما هذه يمر بها فريق ريال مدريد. يا له من رونالدو ويا له من ريال في هذا الشوط الثاني. الريال كان رائعا، 5 أهداف كاملة شاهدناها، قلت لكم بأننا سنشاهد أهداف كثيرة في هذه المباراة. والحكم بحراتهم وفنياتهم لعبوا بإرادتهم ولياقتهم. كريستيانو رونالدو يمرر لريكاردو كاكا يضيف الهدف الرابع للريال. 4-2، 6 أهداف شاهدناها 7 دقائق قبل نهاية المباراة. الريال لن يترك البارسا إلى غاية اللحظات الأخيرة، لن يترك البارسا يفلت من نديه. ومورينيو التحدي الكبير هو له، لأنه عرف كيف يشحن لاعبيه في الشوط الثاني، وعرف كيف يغامر ويخرج مدافع ويدعم اللعب الهجومي وسط الميدان، ويتمكن من تعديل النتيجة وإضافة هدف ثالث ثم رابع. وعاد إلى جحره الآن خوان كارلوس غاريدو، لأن مورينيو هو المتفوق وهو الذي يوجد على خط التماس، وهو الذي يصنع الحدث، وهو الذي يتبادل التهاني مع أنصاره، مع أنصار ريال مدريد. يا لها من مباراة. برينو الآن عنده الكرة.